قال وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود أن موسم السياحة الصحراوية لهذه السنة سيتدعم بنشاطات سياحية متنوعة تختلف عن المواسم السابقة. بن مسعود وأثناء حضوره لقاء تحضيري لموسم السياحة الصحراوية دعا إلى ضرورة تحسين الخدمات الفندقية وكذا إجراءات تسهيل الحصول على التأشيرات لفائدة السياح الأجانب، وهي تسهيلات والتي من شأنها أن تحسن من واقع القطاع السياحي بالجزائر. ميكروفون ماسيليا قاسمي. يجب التركيز على الدور الفعال للسياحة الصحراوية التي تمثل قاطرة للوجهة السياحية الجزائرية ومفتاح للولوج إلى السوق، المفتاح إلى الدخول إلى السوق العالمية للسياحة، لأننا فعلا ما نقدروش ندخلوا للسوق العالمية لأنه فيه متنافسين كبار إلا من خلال البرودوي تاعنا المتميز وهو السياحة الصحراوية، ثم بعد ذلك نذهب نحو سياحة تاع ليزافير والتوريزم الأوربان. السيد الوزير الأول يعني طبعا عنده أعطى للأستاذ الوزراء كل الصلاحيات للقيام بعقد اجتماعات للمجالس الأعلى، لمجالس الأول موجودة، مجالس أعلى، مجلس الأعلى للسياحة كهيكل موجود، يستدعي أننا نجتمع به في أقرب الأجال، وذلك في إطار تبنينا لاستراتيجيتنا القائمة على تحديد الأولويات والعمل الحكومي المشترك.